نطلع تقرير نشوف رأي المشجعين الجزائريين ايه في لقاء بكرة، ثم فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع كابتن عظيم. مباراة صعبة على كل حال، لأنه نهائي تلعب على جزئيات صغيرة، لكن بإذن الله سيحسمها أشبه المدرب الماضي لأبان عن قوة تكتيكية وذهنية كبيرة جدا. نتمناو أنه اللاعبين يكونوا كعادتهم رجال فوق أرضية الميدان، وبالحرارة المعتادة راح نكسبوا إن شاء الله النهائي وتعم أفراح الجزائر. ونشكر كل من ساندنا، خاصة إخواننا المصريين اللي كانوا معنا صراحة من أول مباراة، نشكرهم كثير، وكل عرب اللي وقفوا معنا، وإن شاء الله غدا تفرح الجزائر وتفرح كل العرب إن شاء الله. معنا مباراة صعبة، بس احنا ربحناها من الماتش الاول، انا نعرفهم جيد ان شاء الله. هو يقول تفائلوا خيرا تجدوه، احنا متفائلين خير وهنجدوه ان شاء الله. غدا على الساعة 11 هتكون الكأس لنا ان شاء الله. ان شاء الله قدوة نربحوا 2-0، ان شاء الله يدق بون الجاح بالك من بداية البطولة. راه ما دكش ومتقلق شوية، وباسكو هو مهاجم لازم يدق، كيما يدقش يتقلق، وان شاء الله يدق. 1-2-3 فيفا لالجير والشبكة يا بون الجاح. منتخب السنغالي فريق يعني متكامل، يعني اللاعب اللي كنت اخاف منه كوليبالي، لاعب نابولي، لاعب محنك، لاعب يعني يطلع ويهبط، ما عنده موتور يعني واش نقولوا. اليوم عندنا فريق مجموعه زي المنتخب المصري من قبل. المباراه غدا تكون صعيبه، ولكن ان شاء الله نفوز للجزائر، وان شاء الله نربحوا 1-0. ونشكر المصريين على حسن الاستضافه، وان شاء الله احنا جينا نصر الفريق الوطني بتاعنا، وان شاء الله بربي يفوز غدوه للجزائر، وفريق لعبت حلو يعني ولعبت بروح يعني، وان شاء الله العقوبه للمنتخب المصري. ونشكر كل المصريين على حسن الضيافه. احنا جينا نشجعوا الفريق تاعنا، نعطيوه كوت بوس، ان شاء الله المره هذه نجيبوا الكاس يعني بالفريق هذا باذن الله فيها الكاس. صعب على نهائيه وتحسم على تفاصيل صغيره او جزئيات صغيره، ولكن ان شاء الله حنكسب على المقابله ان شاء الله، ونرجع بالنجمه الثانيه ان شاء الله الى الجزائر. وتحياتنا لكل اخواننا المصريين والجزائريين. مقابله صعيبه باذن الله راح نكسبها، عندنا نجمه باذن الله تلحق النجمه الثانيه، نفرحوا الجزائر ونفرحوا جميع العرب. بكره الكاس تبقى علينا للجزائر، وحبيت من هذا المنبر تاع تايم سبور نوجه رساله تاع شكر خاصه وحاره كثير 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 اخوتنا المصريين، ويعطيكم الف صحه انكم كنتوا يعني معنا رجل كما يقول لك رجل برجل في المباراه، شجعتوا معنا كامل مباراه المنتخب الجزائري، وان شاء الله الكاس نهدوها لكل الشعوب العربيه. 1-2-3 فيفا لالجيري. نسجل فاس، السلام عليكم.